إلى ذلك أكد سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة، أكد أن العلاقات البحرينية السعودية تتواصل من الأجداد للآباء والأحفاد متنامية، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية تاريخية عريقة ممتدة من عمق الجغرافيا ومتأصلة في القلوب والنفوس بين البلدين، وأن الكيان السياسي الموحد للبحرين والسعودية حائط صد منيع بوجه المؤامرات والمخططات. وأوضح سفير البحرين لدى السعودية في حوار مع صحيفة الوطن أن اليوم الوطني السعودي يوم مشهود تاريخي ليس كباقي الأيام ومصدر اعتزازنا وفخرنا وتقديرنا. وشدد الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة على أن مجلس التنسيق السعودي البحريني ذراع جديدة لتعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة بين البلدين، مبينا أن المملكتين حريصتا على أن تكونا يدا واحدة وقلبا واحدا لمواجهة المخططات والمؤامرات والتدخلات الخارجية على مختلف الصعد. وقال إن الدور السعودي يتعاظم في حفظ الأمن وصيانة الاستقرار في المنطقة وعلى الساحة الدولية. وأشار الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة لحركة النهضة والإصلاح والتطور والتقدم في السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقال إن السعودية حققت على مدى سنوات طويلة الكثير من المنجزات والمكتسبات للأمتين العربية والإسلامية. وذكر السفير السعودي في البحرين أن السعودية من خلال رؤية 2030 حرصت على تعزيز التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، مضيفا أن المملكة أولت المرأة السعودية جل عنايتها ورعايتها لتكون شريكا قادرا على العطاء والمساهمة في التنمية، مشيرا إلى أن السعودية اهتمت بدور الشباب وتعظيم مشاركتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.